سهر هيام عليكم. إن شاء الله طيبين وسالمين في أحسن حال يا رب. ونحيي كل الناس اللي الآن بيشاهدونا عبر قناة الشروق في صباح الشروق. نتمنى صباح لطيف للجميع ونتمناكم بخير ونتمنى تستمتعوا بكل الفقرات اللي عدينا لكم في هذه الحلقة في هذا الصباح. أنا والفريق العام كلنا نحييكم. وفي بداية هذه الحلقة أرحب بواحد من الطيور المهاجرة إذا جاز لي التعبير طبعا، رغم انه هو بيعتبر نفسه ما مهاجر، هو باش مهندس تخصص في الجيولوجيا وعمل في مجال الاتصالات لعدة شركات. هو من ابناء نيل الابيض من كوستي بالتحديد، عاش حياته في نيل الابيض، لكنه بعد ذاك انتقل او هاجر او سافر الى المانيا. انا سعيد جدا بارحب بضيفي باش مهندس محمد زين أحمد عامر. مرحب بك معنا صباح الشروق وحبابك عشر. مرحب بكم في الشروق وصباحكم طيب إن شاء الله.
ونتمنى ان شاء الله نقضي يعني لحظات جميله في هذا الصباح بالشمس المشرقه ان شاء الله يا رب. شمس الشروق بالضبط. كوستي وما ادراك ما كوستي والنيل الابيض وما ادراك ما الطفوله في النيل الابيض وكوستي، ماذا تبقى في الذاكره؟ يا سلام، والله انت عارف كلمه كوستي دي يعني زي المغناطيس. قبل شوي انا لقيت شاب من كوستي، اول ما جيت اشتميت الرائحه فسالمنا فكل التفاصيل حاضر والله. نعم، لانه الارتباط وثيق، وده طبعا نقطه البدايه، والانسان اصله بتشكل بيئته. صحيح. ففي الوطن الكبير انك انت في بؤره كده هي بتجرك. صحيح. ودي كوستي طبعا. كوستي طبعا المدينه الوديعه. صحيح. المدينه الجماهيريه. صحيح. يا كوستي السودان المصغر. طبعا طبعا. بعدين هي واحده من المدن العماليه اذا جاز لي التعبير اللي بيكون فيها التنوع ده يعني. نعم. باعتبار النقل النهري، باعتبار انها الرابط ما بين جنوب. نعم. وشمال السودان يعني. نعم. هو ده المعبر اللي كان لسنوات طويله جدا. فانت نشات في بيئه عماليه وبيئه موظفين، صحيح؟ نعم نعم، وبيئه زراعيه يعني. هي في الحقيقه كل السودان انت ممكن تتخيله في مدينه. نعم. احنا لما قمنا لقينا مؤسسات الدوله كلها موجوده ايا كان نوع، بدون استثناء بالمناسبه. نعم. حتى مكتب العمل، احنا لما كنا طلبه صغار يعني في الاجازات بنمشي نسجل في مكتب عمل كوستي. موجود موثق يعني، ده مش كلام ادعاءات. فكانت المؤسسات مكتمله، عاصمه صغيره، فبالتالي كانت جامعه طبعا، جامعه للصناعه، للتكنوقراط، للزراعيين، يعني المهن المختلفه. واكبر دليل يعني المشاريع اللي قامت حولها يعني زي كنانه وعسلايا وخلافه يعني. تقريبا كل المكونات الثقافيه والاثنيه هي موجوده في كوستي، زي مدني، زي الابيض، زي بورسودان، اللي هي دي ميزات المدن العماليه. نعم. اللي هي بتجمع السودان كله. والله يا اخي بدون تحيز انا بس كوستي بفتكرها هي بترفض هذه المدن. بالناس، لانه عارف تتخيل انت التقاطعات اللي بتتم في كوستي، كان الكوبري الوحيد في النيل الابيض. نعم صحيح. يعني اي انسان جاي من اي محل من غرب السودان، من جنوب السودان، بيجي عن طريق نانحه وبيمشي قدام. نعم صحيح. اللي بيجي بالنقل النهري بينزل في كوستي وبيمشي قدام، فبالتالي نحن الرافد، نحن يعني الاميه الكبيره بتوزع. صح. فلا لا تعلو على كوستي اي مدينه اخرى، مع احترامنا يعني كل المدن عزيزه طبعا من حقك. صح صحيح. لكن صح. هي بحكم وضعها الجغرافي وترتيبات الاثنيه حقيقه هي بوتغه. صحيح. وهي صح. بترفض كل حتى العاصمه كان يعني. نعم. فمن الناحيه دي نحن يعني طبعا زي ما سموها باللغه الفرنج كوزموبوليتان، يعني فيها تنوع وفيها حياه يعني مكتمله. صحيح. ايوه نعم. بالاضافه لكده فيها اطعم سمك تقريبا في السودان يعني. والله يا اخي قريب ده اكلته لايف من النيل الى الصايد الى المعده. نعم نعم. المانيا، انتقلت المانيا مباشره، وانت طلعت من الثانوي ومشيت المانيا، ايش معنى المانيا؟ ولا جت بالصدفة ولا مقصودة ولا؟ هو بالضبط صدفة، لكن طبعا الصدفة دي بتقودك لكان الثقة في النفس. يعني كان السودان بيخلق إنسان واثق من نفسه. نعم. حاسس بأنه عنده دولة. نعم. عنده قاعدة، منصة بتاعت انطلاقة، فما كان فارق تمشي وين، وما عجبك بتجي راجع. بالضبط ده الحصل. نعم. يعني فكرة بتاعت ألمانيا حقيقة ما ولا كان في حوجة على فكرة في وقتها أصلا إنسان يمشي برا. نعم. بالذات في مرحلة انك تكون طالب وخلصت الثانوي العالي. نعم. وقبلوني انا في جامعه الخرطوم وكده، يعني ما كان اصله في سبب بيخليك تهاجر، ولكن اراده. ايوه نعم نعم. ما هو بقول لك العزه لما كنت انسان واثق من بلدك وادتك يعني الثقه، فباسبورتك اللي بتحمله انت حاسس بتحمل ورقه عندها قيمه. لا سلام. القروش اللي بتشتغل، الدولار كان يعني بيعادل 3 جنيه، الجنيه فكناه ب 3 دولارات اللي هي انا سافرت بها المانيا. نعم. فبالتالي ما كان فارق تمشي وين، ما عجبك بتجي رايح. نعم. ايوه فده السبب، لكن ما كان في سبب زي الان يعني انسان بنعرفه او حتى ما عارفين ذاته الشتاء من الصيف على فكره. نحن في وقتها ولا مش انا وكل الناس اللي حواليك. صحيح صحيح. ايوه فكانت قلت لي التاشيره تاخذ لك نص ساعه يعني. بالضبط بالضبط. في كلام على البلديه. نعم. يعني مليت الطلب وغايته برندوك سوداني كده انجليزي. ايه ما بعرف مين كان انجليزيين احسن من ديلا طبعا. كان طبعا. فكان كافي بانك تدوك فيزا. بعدين انتوا ايام البوكسينج كان بالضبط البوكسينج. ايوه صحيح. ايوه نعم.
نعم في التعليم كان بوكسينج وكان عشان كده كان التعليم غوي بالضبط ثانوي وثالث من الثانوي العالي في 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 كفاءات بالذات المجالات الادبيه بتظهر. نعم صحيح لانه في لباغات الانسان في لغته في خطابته اللي بيقول الشعر كان بتشوفه في الانجليزي كان انجليزي ذاته الانجليزي كان انجليزي الوقت ذاك يعني درسوه نعم انجليزي نعم انجليزي نعم نعم يعني على قلته كان كافي صحيح كقاعده طبعا. الجيولوجيا ايش معنى الجيولوجيا؟ والله انا طبعا قبل ما امشي كان في شركه شفرون طيب هي كان بتنغب واوجدت البترول في وقتها. نعم فنحن لما خلصنا الثانوي العالي اشتغلنا كمترجمين. نعم فدي دخلتنا يعني في في في, في هذه المفردات يعني المصطلحات دي ذاتها طبعا غريبه على الانسان. صحيح فهو جابت الفكرة يعني ده شغل مهم لأنه آليات وخواجات يعني أدت الزخم أدت الصورة تخيلت لك الوظائف دي شكلها كيف يعني. نعم وكانت في رخاء يعني كل يوم خميس الناس بتحتفل. نعم طيارات قايمة طيارات جاية ماشي الفيلد الخلا فده شكل صورة ذهنية معينة. لما مشيت أوروبا فكان السؤال في أني كيف أنا أوظف. أنا امتحنت رياضيات أسب سموها هندسية يبدو لي بالضبط صحيح. فكان مقدراتنا طبعا في الساينس في العلوم فحاولنا يعني نعمل نستفيد من مقدراتنا اللي بنقدر عليها يعني العلوم الرياضية وكذا والفيزياء ودخل فيها الجيولوجيا فطلعت الجيوفيزياء ده تخصص طبعا بتاع الاستكشافات مثلا. صحيح الجيوفيزياء زي الزلازل الطبيعية دي بالضبط هي دراساتها يعني انك انت بتدرس الخاصية الفيزيائية التنقيب برضو معتمد عليكم بالضبط بالضبط دي الخطوات ما يسمى بالاستكشاف وبالتالي كل التقنيات المصاحبة له. نعم لكن جيولوجيا في ألمانيا دي صعبة أنا أتخيل لأنها صعبة جدا برغم أن المساق هو أصلا صعب فما بالك تقراه بالالماني يعني. هو في تخصص الجيوفيزياء يعني المانيا على وجه الخصوص بتلقى الناس اللي بيدرسوها اقرب للتقنيات يعني الجيولوجيا في حد ذاتها كعلم ما كثير. نعم لكن تطبيقات التقنيه اللي هي بتساعدهم هم هي الكثيره. بيختلف من النظام البريطاني انت ممكن تدرس الجيولوجيا زي ما في جامعه الخرطوم مثلا أيوة. والجيوفيزياء تخصص بسيط منها هناك العكس هناك. نعم. انت لما تكون جيوفيزيائي مقوماتك طبعا انسان بتاع علوم وكده وبدخل التكنولوجيا اللي هو هسه زي الحواسيب والتطبيقات الكبيره اللي هو الان هي بتقدم الخدمه نفسها للجيولوجيا طبعا نحن بنجاوب يعني العلاقه بتاعت الجيوفيزياء زي في الطب يعني مثلا تمشي انت يقول لك جيب لي صوره مقطعيه امشي اعمل صوره اكس راي او ام ار تي او سي تي او كده. نعم فعشان الطبيب يقدر يشخص فنحن ده دورنا للجيولوجي عشان الجيولوجي يقدر يجاوب على اسئله الجيولوجيه كان ده التخصص فهو فيه تقنيه اكثر من جيولوجيا يعني. انت عملت في مجال الاتصالات الغريب في الموضوع على السؤال ده ممكن تبادر لاذهان المشاهدين بشكل عام بانه من الجيولوجيا انت عملت في شركات كبيره يعني. نعم. في مجال الاتصالات بالتحديد الربط. انا في الحقيقه ضفت لها مجال في تقنيه المعلومات في وقتها يعني كان القضيه محببه وزي ما قلت لك امكانيات البلد والجامعات وكده. نعم. فدخلنا في قضيه التطبيقات بتاعه البرمجيات والتقنيات دي فما كان تاني في مشكله فانك انت تتحرك مع التطور اللي الان احنا فيه. نعم لانك اصلا كانت التقنيات وارده بنحل بها مشكله معينه. الان بيقول وداك مجال الاتصالات بالضبط بالضبط ما تتحرك بالراحه مع التطورات طبعا بالضبط. ما في ركود في الطريق ده لانه ممكن نلقى يعني كادر مؤهل زيك كده يتكلس في مكانه ويجيب في مكانه مكان درس فقط يعني هذا بيطلع لانه الان انت لو بتعلن وظيفه نعم ما السينيوريتي بتاعتك ما عندها دور. انا عندي تقنيات معينه يعني مثلا هسه نحن الشغل ده هنا في اللايف ده طيب يعني انا ما بيهمني شهادتك الجامعيه شنو جاي من وين بقدر ما يهمني انك تشتغل لي الشغل ده بالضبط. فالتيم الان بيقدم لنا الخدمه دي بيحل لنا مشكله دلوقتي احنا على لايف قد يكون الناس يشاهدونا في كل انحاء الدنيا. صحيح اذا القضية واضحة قضية الدراسات الجامعية والشهادات والدرجات العلمية للأسف نحن في السودان نسئنا لها كثير طبعا بقت ورقة ساي ما عندها قيمة للأسف يعني باحترامي للناس يعني هذا كلام مهم والله وكلام حقيقي يقولوا يعني واقع ما هو عمليا كده حالة البلد بتقول كده يعني نعم. حالة البلد ده في بتقول فيها ناس بيحملوا شهادات عليا واضح لا فإذا المهنة ذاتها بقت شنو بالتقنيات جات تكنولوجيا جديدة بتدرب الناس عليها وبتقدموا لها المادة الأساسية نحن بنعيشها وكذلك في اي مجال عليك. نعم نعم هو زي ما قلت لما انت تقدم لاي شغل في السي في بتاعك
ممكن يسألوك من حاجات تانية هي ما عندها علاقة بالحاجة المين اللي درستها يعني. حقة تمس ما بتنفع. بالضبط. أنا داير حقة الليلة يعني أسأل الآليات والمعدات الآن نحن بنشتغل بها اللايف. إذا جاءت تقنية بتاعته ولا مس. نعم. الفن اللي كان قبل 10 سنوات ما فيدني. صحيح. ما يقدر يشتغل. إلا أدرب عليها. نعم. إذا خضع تدريب بيكون التراكم الخبري بيفيدني. لكن لو هو وقف استكان على ديك بيجيني ذول عمره 15 سنة بيعمل لي الشغلانية دي. صحيح. وده فعلا في حاصل في السودان بالمناسبة في كل الدنيا ما يعني هي ده حق الناس توعى بأنه بعد ده التطور في المعرفيات وتسارعها بيتطلب مننا جاهزية. صحيح. طبعا الكلمة دي على مطلقة كده في ظروفنا الآن في السودان على وجه الخصوص للأسف صعبة. نعم. لكن ما في مناص من أنك أنت لازم تفهمها كده. تمام. حق تمس دي كده خليها لأنه أنت عارف يا أخ محمد المعلومات الآن بيجيك في 13 ساعة. نعم. تفوق معلومة 3 قرون. صحيح. يعني أمس الوقت ده نزلت كمية من المعرفيات. صحيح. لتلغي بالجب ما قبلها. صحيح. يعني حق السنتين اللي فاتت ده بتكون لاغي بس من أمس لليلة. صحيح. فإذا معناه إيه؟ معناه أنت مطالب تعمل المتابعة لهذه التقنية وإلا بتتكلم في تاريخ وده ما في التالي ما في الكثير والمواكبة. طيب أنا لسه ماشي معك لحد ما نمشي بعد ذلك في تجربتك الشخصية في مع المجتمع الألماني لكن خلينا في الجيولوجيا لسه نحن فيها اللي تحد السودان محتاج متخصصين في هذا العلم بالتحديد يعني نحن نسمع أو أنت بتسمع بطبيعة الحالة وبالضرورة عن اكتشاف آبار تسمع بالتنقيب العشوائي وغير عشوائي وشكل البلد غنية تحت ما تحت الأرض يعني لكن لي تحد السودان قدر يوظف هذا العلم بالشكل الممكن تستفيد منه الدولة كلها يعني. نعم. والله يا حمد يعني أنت هبشت نقطة حساسة جدا ومؤلمة في آن واحد. السودان في خلال 20 سنة على حسب علمي. نعم. أهل كوادر سودانية من الدرجة الأولى. نعم. وصرف فيهم ثروات لا تحصى ولا تعد يعني يكاد أنه أي موظف دخل في مجال البترول السوداني نعم. أقل حاجة يكون خسر فيه 5-6 مليون دولار بتأهيله. نعم. عشان كده أنت عندك كوادر ممتازة جدا جدا لكن اللي حصل للأسف في السنوات الأخيرة أنه لإهمالنا نحن وعدم يعني فهمنا لهذه الطبيعة الاستثمارات في الإنسان تمت كثير من الناس الوقت خرجوا يعني كثير منهم فاتوا العراق فاتوا أرامكو ليه لأنه كوادر مؤهلة 100% نحن ما قادرين نستوعبها دخلنا في التشاكس السياسي وسوء توظيف هذه العنصر البشري هو الأساس الحقيقة في الحقيقة الإنسان فأنت وصلت لغمة والآن نحن بنطالب والله يعني بصوت عالي طالما السؤال طرح نفسه أنه يا أخي لازم يحتنوا بالناس ديل دي كوادر عالمية أنت خسرت فيها دم قلبك ووصلوا مستوى عالمي لا التفريط فيهم معناها بيمشوا وفي ذول بيشيلهم جاهز الصينيين ديل قاعدين يشيلهم جاهزين وديهم العراق جاهز وفي أي لحظة بتمشي بشيلوك إذا أنت معناها كأنك أنت بتربي والتانيين بيشيلوا ودي قضية حق ننتبه لها نعم. يعني الجوطة والفوضى اللي هسه نحن شايفينها يعني في الجهات المسؤولة دي حق تقف في حدها وينتبهوا بأنك أنت هذا الإنسان المؤهل لو أنت ما اهتميت به وبفوت يخليك وبكرة بتبتدي من تحت الصفر صحيح آه فالدمار بدأ الآن بدأ بنشوفه حتى عندنا معرفة شخصية بيوم كثير من الناس هاجروا واي انسان ممكن يفوت صحيح وتستفيد منه دوله ثانيه جاهزين وياهو قصتنا زي الاطباء زي المهنيين في التقنيات وياها قصتنا المعهوده دي يعني الامارات نحن عملنا الامارات آه لا لا دي ما طوال القصه الممجوجه دي يعني ما جاي بحق نحن قالوا حنهديك اغنيه ثانيه شكرا لك ما تنسوا بعيد خليهم قاعدين لكم التحية في كل مكان لكل من التحق بنا الان لمتابعه باقي هذه الحلقة وأنا ما زال معي باشمهندس محمد زين أحمد عامر ابن كوستي ومتخصص في الجيولوجيا ويعمل أيضا في مجال الاتصالات واللي هاجر لألمانيا للناس الياداب بشاهدوا فينا ورحب بك مرة ثانية وشادن دي الفنانة شادن واحدة من المشاريع الغنائية في الفترة الجاية باعتبار إنها بتغني الغنى السوداني ده اللي هو ده الدرملي تحديدا يعني وده بقدني لي سؤال الألمان واهتمام بموسيقانا بشكل عام حسب قعادك هناك لفترة 20 عام يعني نعم
والله يا احمد اقول لك يا اخي ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. صحيح. وهي القيمه الحقيقيه في الحقيقه الجانب الثقافي والمعرفي. لانه اذا انت اكتفيت بالاكل والشراب فرقك بين الحيوان ما كبير. نعم. عشان كده المجتمعات اللي تقدمت في 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 استهلاك الثقافه. يعني بلد زي المانيا كان عندها برامج في الصيف بيدعو كل مبدعين العالم سنويا. حتى من السودان ناس عبد العزيز المبارك، ناس محمد الامين، نور الجيلاني، وهكذا كلهم من حقنا يعني. خليك من بقيه العالم. فبالتالي هم يعني حقيقه احنا تشبعنا. وانا طبعا ككوستاوي لانه اصله جاي من الثقافه دي حبيبي. نحن عندنا الكمبلة وعندنا كده وعندنا كده وعندنا اي شيء. فلما مشينا هناك لقينا يا الله يا جماعه دي ما بلدنا ذاتها. فكانت ضابطه معانا 100%. لانه هم بيستهلكوا الثقافه والمعرفه. والله يا اخي نحن نطالب برضو هذه الوزارات الخاويه بالموظفين هنا اهتموا بالمبدعين. لانه اي مجتمع صراحه هذا المبدع بكل انواعه اذا ما كان حاضر احنا يعني الكثره والملاح ما بتودي. طيب بيموتوا في المستشفيات طبعا وعارفينها يعني والناس متابعينها يعني. فعشان كده يعني الثقافه هناك هي الجزء الاصيل. عشان كده حتى قضيه المبدع يواصل عمله ما بيتركوها للظروف زي ما عندنا. ميزانيات بتطلع بصوره راتبه. فبتاع المسرح يشتغل، الفنون تجي، التنوع في الفنون. قلت لك دول العالم دي كلها شاركت بمبدعيها. فنحن اظن دي سمعت الكثير الحمد لله. صحيح. اتاحت الفرصه طبعا. نعم بتخيل يعني جامايكا ما كان في ذي المعرفه يعني. وبوب مارلي هو الوراد في منطقه اسمها جامايكا. تفتح الخرطه ذاتها. تفتح الخرطه تشوفها عشان تعرف الفرقه دي من ما خلوا زول. يعني بيعملوا دائره كده سنويه من كل غاره من كل منطقه. فالناس يعني متشبعه بالمعرفه. وبتفرد لها طبعا اموال طائله موضوع الثقافه ده هناك. والله انت عارف انا مغني العالم الكبار دول كلهم عشتهم لايف. اقل لهم جاكسون. يا سلام. مايكل جاكسون اقل لهم. حلك تتخيل. فكانت لانه جابوها لي في محلي. صحيح. الا اني انا مشيت لهم جابوها لي في محلي. صحيح. طيب بنتقل بك طوال للتعايش. اول شيء المانيا معروف تاريخها يعني من قبل جدار برلين واللي حصل فيها، وبعد ذاك تجاوزوا الناس ما حدث حدث يعني. لكن انا تخيلت انت بطريقه ولا بثانيه مجتمع كوستي المتنوع ده عمل لك فرشه كويسه في المانيا انك تتعايش مع المجتمع الالماني ده يعني. نحكي شوي عن طبعا يعني انا طبعا اول ما مشيت نزلت في برلين. وبرلين هي المدينه المدلله لالمانيا في وقتها. لما كانت المانيا المانيتين الشرقيه. صحيح. والغربيه. فبرلين تعتبر زي الجزيره كده بحكم اتفاقيه الاحلاف. فيها الانجليز، فيها الفرنسيين، فيها الامريكان، وبالجانب الاخر الجيش الاحمر. بتاع بوتين ده. شفت كيف؟ طيب. فكانت هي بوضعها الجغرافي كجزيره كانت مدلله. يعني مدينة وضع خاص لاهل برلين. فنحن وجدنا نفسنا في هذه الجنه خلينا نقول. لانه شنو؟ البرامج الثقافيه مكثفه. بتلقى انه ما في موانع انه مثلا الحفلات والمناسبات تشتغل 24. فالمانيا الغربيه كان ممكن الساعه 10 في اثناء الاسبوع يقفلوها وهكذا حسب النظام السياسي. هذا المجتمع صراحه ذكرني بكوسي مصغره. زي ما قلت لك يعني احنا عندنا التنوع. يعني احنا في الاعياد في كوسي بتلقى كل القوميات السودانيه بتاعتنا دي بيحتفلوا. ونحن يعني ترعرعنا عليها يعني. دي قضيه لاي زول عايش في كوسي عارفها. فلما لقينا الزخم الثقافي جايبينه لنا من حيث لا نحتسب، الواحد شعر بانه ريلاكس زي ما نقول. انا حسيت بانه بس تطورت الشغلانيه شويه، بقت نظيفه ومعدات وكده. فده ادانا طبعا استقرار روحي. وبالذات لما يجي الصيف طبعا. الزول ما فرط انه الصيف كله يكون قاعد هناك. لانه فعلا الزخم والحياه بتنبط خارج الابواب المغلقه بحكم طبيعه الجو طبعا. بالضبط. ايوه. في جدا شديد جدا رغم انه مرات او يعني الانطباع العام او التنميط العام عندنا احنا في اذهاننا انه الالمان ديل ناس جادين، وحتى الضحك ده بالنسبه لهم بالرجاله يعني. ونحن حقيقه كجيل يعني ما بنعرف عن المانيا كثير الا تيليماتش. اذا بتتذكرها يعني كان في برنامج اسمه تيليماتش اللي بنحضره الصباح، بيجيبوا له برنامج العاب كده، برنامج ترفيهي. فتحس بانه شعب صلد كده جاد جدا، وما عنده طريقه للضحك ولا 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 حقيقي الكلام ده؟ لا طبعا حقيقه. وشوف احنا الان المانيا هي البلد الوحيده في الدنيا لا زال اللي بيها للدراسه بيدرس بلاش. نعم.
بيدرس بلاش. خسروا فينا مئات الالاف من الدولارات او اليورو او اي عمله بلاش. ما سالوك انت اسمك منو ولا ملتك شنو ولا جاي، لكن مستواهم ما بتقاصروا منه. ما انت جيت حبابك مرحبا، نحن دائما غايص نخش المعركه والحشاشه بلا شباب انت واجتهاد، لكن ما بتنازلوا ذلك. دي طبعا بيتاكد يعني هو بعدين بالمناسبه الالمانيه، الالمان والالمانيه هو سيستم مقارنه بالنظام الانجلو امريكان. نعم. فانت هسه لو جيت بفكرتك بتاعت الانجلو امريكان زي ما نحن مستعمرين بريطانيين، وان كان نحن ما عارفين ذات شنو هسه anyway، لكن خليها اقول بالخلفيه بتاعتنا دي. نعم. تغارينا بتدق راسك في الحيطه. ده الجانب. لكن برضه في نقطه مهمه الان نحن قد تفيدنا في مجتمعنا ده، لانه فيه بلد قانون. نعم. حقيقه هو صعوبته في حدود الشيء البيمك معه، لكن ما بتدخل في خصوصياتك ولا بيفرض عليك. عشان كده اي زول بيعيش حياته. نعم. ونحن ظهرت لنا كمسلمين دلوقتي. نعم. نحن انتقلنا من مصليات الى مساجد بمئذنه وبنقش اسلامي وكده يعني. نعم. فهو ما بيتدخل في دي، لكن الشيء اللي بيجمعك معه هو بيفرض المستوى بتاعته. وانا افتكر افادنا كثير من اضرانا، لانك انت اي حاجه لو حاولت تختزلها بمزاجك زي ما هسه بيحصل في مجتمعاتنا المشكله بتكون كبيره يعني. نعم. فهم هم صح صعبين، لكن فير يعني، هم حقانيين يعني. انت واجتهادك، لانه بلد قانون، بلد القانون دي عارف انه اي كلمه في محاسبه، عشان كده هو بيعمل حسابه وما يخش في صراع مع هذه المؤسسات وبيحترمها. ولكن الامور بتمشي لاي زول داير يتاهل وبيمشي. وهسه نحن عايشين اريح لنا كثير من السودان على فكره. ليه؟ لانك شنو؟ انت في نظام وانت بتخضع للنظام ده، وكل زول بيطبقه وما في زول بيسالك. في نفسك، في نفسك في جديه نظرته ليك هو. صحيح. انت ذاتك عندك وجهه نظر فوق، لكن خلاص كل زول حمده في بطنه زي ما نقول. انا بدي نحن هنا عندنا لغب بيقول لك الزول ده مكنه، ده لغب طلع. ايوه اللي هو الزول ده مكنه ده اللي هو زول شغال، زول شغل. آه. هم ما كانوا حتى في التيم القومي، فريقهم القومي ذاته. في الرياضه. نعم. يعني الكره الالمانيه جديه يعني. هسه انتم كره المانيه، كره المانيه يعني. ايوه هسه انتم مكانات مش عليك لنا لايف. أيوة. ولا كان حيتهردم في راسنا. بالضبط. انتم مكانات، فالتوصيل جميل يعني، حق الناس تقتدي به. صحيح. لكم التحيه في كل مكان. عدنا من جديد، ما زال معي باشمهندس محمد زين احمد عامر، ومواصله في الحوار او لمن قطع من الحوار ومن حديث عن ألمانيا وما أدراك ما ألمانيا، والتجربة الإنسانية أول حاجة بالنسبة لك في ألمانيا، والتجربة العلمية. بعدك وقفنا في الرياضة قبل شوية، لكن أنا كان لازم شوية أدي الرياضة حقها في ألمانيا بالتحديد. الفريق القومي الألماني وفريق ألمانيا في أي كأس عالم أو أي كأس أوروبية، نحن بنقول الماكينة الألمانية. وفي ناس عندهم الرأي بأنه هم ماكينة وهم واحد زي اثنين يساوي فوز. ففي ناس لكن عندهم الرأي بأنه كورتهم ما ممتعة، يعني عبارة عن مكنة مرسيدس فيها بس طق 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 جون، ما في متعة. لكن هم كيف قدروا ينقلوا حتى المكنة دي بتاعت المرسيدس دي للتيم بتاع كورة يعني؟ نعم. هو طبعا العقلية بتاعت الإنسان. وأنا يبدو لي الدول الصناعية الكبرى هي كلها عندها نفس الإمكانيات، يعني الإمكانيات المادية والتجهيز وكل الاستاف المعني. نعم. لكن العقلية بتاعتك دي إذا كانت هي عقلية هي في تناسق وعندها أهدافها بتوظف الإمكانيات. في دول عندها نفس الإمكانيات لكن العقلية بتاعتهم مش بالشكل ده فبتطلع الخرمجة بعض الأحيان. هي دي القصة كلها يعني. لكن من حيث الإعداد والإمكانيات، الفرق دي بالمناسبة بإمكانياتها بميزانية الدول زي دول أفريقية. صحيح. لكن الإنسان شخصيته بناؤه يعني. هسا نحن الليلة مثلا في حياتنا هنا. نعم. قول واحد زائد اثنين بنتغالب. صح. دي مش حاجه بينه. ده يجيب اي شافع صغير عمره سنتين يقول له واحد زائد اثنين كم، يقول لك كده كلام انتهى. نعم. نحن ممكن نقعد نخلق فيها نزاع. العقليه بتاعتنا مشتته. هم يعني بيركزوا في قضاياهم وبياخذوا الامور بجديه، وبيفتكر انه انت اتحت لي فرصه وهيئت لي البيئة فأنا علي شيء أعمله. نعم. مقابل اللي عمله لي. مهم. زي ما هسه أنت شغال هنا. نعم. المعدات دي وكده كلها جات، فأنت لازم تقوم بدورك عشان تكمل. صحيح. الفكرة كلها. صحيح. فده السبب. وإن كان على فكرة هسه الأجيال تغيرت ودخلنا نحن الأجانب في الجيل الثالث والرابع بقينا نخرمج. يعني هسه الليلة الفريق ما بالمستوى. صحيح. شايفه؟ ليه؟ لأنه لقين نص منه
على فكرة عندنا ولدنا هاني مختار. صحيح. يعني ده يعني أخوه دكتور أبو بكر مختار يعني رجل زميلي. نعم. وده ولده. أها. لاعب معروف يعني هسه في أمريكا. حتى أولمي كان منزل بوست. أيوة لك. فشوف يعني الأجانب وال. القصة شوية كده دخلت فيها ده أبوه غاني وده أبوه تركي. صحيح. وده أبوه سوداني وبتاع فخلقت القصة الربكة لسه انت شايفها لكن مجنس. كانوا زمان لما كانوا قبل سنة 2002 كانوا فعلا مكانات ألمان ألمان التربية العقلية يعني كان في تناسق مع النظام كله فبالتالي انت سويت حياتك أنا بسوي فبتطلع النتيجة الإيجابية أنت تسوي أنا ما أسوي تطلع نص نص بالضبط فده السبب يخليهم في موضوع الخرمجة ده أنت جبت سيرة الخرمجة أنا طبعا إذا بقول نفس سؤال السؤال دولة القانون ولها تحد دولة القانون هي بتأثر على الفرد يعني أنه ما في خرمجة وأنت حريتك بتجيب عن حرية الآخرين يعني نعم فخرمجة ما في لها مبدأ المحاسبة طريقة نتكلم عن دولة القانون وتأثير على المواطن ذاته طبعا يعني انت لما يكون في قانون وفي عقاب وحساب نعم. وحقوق وواجبات انت اول حاجه ثقافتك ذاتها تعرف انك 200 انت بتعمل غلط و200 الصح وتتحاشى الغلط الان يعني انت لو تكلمت مع خواجه بتلقاه مغتضب في كلامه نعم الهترشه بتاعتنا دي ما في أكري. لانه كلامه موزون بالضبط. لانه انت ممكن تقول مفرده واحده تكون في 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 تضارب مع فكرة القانون وانت من حقك تمشي تشتكيني فيها عشان هو يتحاشى هذه الاشكاليات بيكون دقيق في تعابيره في مفرداته بيستغيها يعني قلت له السلام عليكم بيفكر ليه الزول ده سلم عليه العقل هنا بيشتغل ويوزنه بعده بمنظور امني قانوني كده حسابات من النوع ده فعكسنا تماما يعني طبعا مفهول انسان يعني كل ذول يعني تكلم تديون الميكروفون تكلم زي ما عايز والى اخره لانه ما في محاسبه فدوله القانون بتشكل الانسان الحديث وبتسهل لك المهمه في احترام متبادل حقك يعني بقنواته الرسميه ما في انسان اعتدى على الاخر اللي تجاوز الحدود في الدرب معروف بتمشي يعني انت ما ممكن تتهم الناس يزاف ولا تشيل حقي ولا كده يعني الامور مرتبه ودوله القانون مريحه صحيح عشان كده بتخدم الناس كلها يعني هي ما بتاخذ طرف على الاخر وانما بتقدم الخدمه لكل الناس وبالتالي بتبني على هذا الاساس في رايك ما بتخلق مجتمع جاف شويه يعني اي دول في حدوده يعني ما في لا معليش يعني هسه انت اليوم انا لما نتكلم من دوله القانون السلامه دلوقتي نحن عندنا توصيلات إذا الإنسان اللي بيقدم التوصيلات دي عارف أنه في سلامة مفروض يعملها من أجل سلامتنا نحن أنا أفتكر ما بضرنا وعدم التزامه بقوانين السلامة إذا حصل أي ضرر يحاسب عليه لأنه أضر الآخر كذلك أنت سايق في الشارع الفوضى الهسة نحن بنعيشها في الشارع دي تخيل أنت الخطر اللي بتقدم عليه الإنسان وروحه إنسان بريء ماشي تضرب وتكسره صحيح تطلع من الحياة تنسف حياته ليه؟ لأنك أنت يعني ما محاسب بالصورة الرسمية لو محاسب وعارف أنه الحساب وفيها رادع عليه بتعمل حسابك فهي دولة القانون بتشكل الحياة المدنية الحديثة والحياة بقت معقدة على فكرة صحيح. الحياة ما بسيطة دي ما حياة غرية حياة فيها تركيبات عجيبة دار وزنة والوزنة دي بيوزن القانون كل ذول يعرف حاجة وزي ما بقولوا يعني حسب المثل ضربته انت من أمن العقوبة سهل أدب يعني بالضبط يعني وده اللي بيحصل عندنا نحن يعني بكل عندنا يعني. عندنا كلمة باركوة ممكن حادث يكون فظيع لكن باركوها يا جماعة بالضبط وعشان كده هسه عندك انت ناس بتتمادى صحيح في الخطأ نبقى في مباركة باركوة باركوة فحقون نجيب هنا نحن في مباركة ما في مباركات الحساب حساب دولة يعني. القانون يا جماعة هي بسيطة ولا شنو تفتكر مجتمعاتنا دي ممكن تستقبل دولة قانون بشكلها يعني. ده بثقافتها ده بمناهج تعليمها ده بتتحمل لها دولة قانون الإنسان زي البناية إذا أنت البناية من أساسها معوجة حتما ما حتكون عادلة إلا تبدأ نعم في أجيال أو تخليها وتبني جنبها في أجيال في رأيك ممكن تتحمل دولة القانون ما هو مثال البناء ولا نستنى جيل جاي ما هو تدريب عليها يعني هسه أنت شغلك ده أي إنسان ممكن أدرب ويشتغله نعم ما خلق لك أنت مش كده فهي الفكرة أي إنسان ممكن يكون صح إذا أنت خطيته في الوضع الصح وأي إنسان ممكن يكون خطأ إذا خطيته في الوضع الخطأ البناية المائلة من الأجدى تبني جنبها بناية عديلة وكذلك المجتمع يعني أنا إذا جاء شخص زي أنا معوق بالنشأة
لانه حياته كلها جايطه. نعم. الاستثمار فيه ما مفيد. نعم. حقه تجيب زول ثاني من البدايه تنتبه تقول يا اخي نحن ما دارين نخضع على تجربه الزول المعوق ده، نخوض حاجه نظيفه وممكن بسهوله جدا تمشي. عشان كده انا شايف المجتمعات ذاتها بتمشي بتوازي. نعم. الفيل القديم ده تبني عليه وما بيظبط، بيضيع وقت. نعم. شوف اعمل حاجه جديده صحيح نظفها وابنيها صح بتمشي، والانسان يعني وده طبعا بغض للتعليم وال المؤسسات لكن برضو المعنية ببناء الإنسان برضو مش بقولنا المناهج شكل المناهج ذات مناهج تعليمية ذات من الأساس طبعا. يعني أنا متخيل مثلا الأطفال مثلا في ألمانيا بوروهم قوانين الطرق مثلا، بوروهم احترام الآخر، بوروهم كلمة شكرا طبعا يعني هم من في أولى ابتدائي بيعلموهم بالعجلات ويعملوا لهم اللوحات دي زي قانون الحركه تمام. وهم اطفال اطفال. نعم. والعجله لازم تكون ابروفل، يعني توديها للعجلات يديها ختم بان هي صالحه للاستخدام، وتجيب عجلتك ويدربوك الحركه. ده برنامج ثابت. نعم. يعني الطفل مما هو صغير عارف انه، لانه الطفل ده بيقطع الشارع مش صحيح ماشي على البيت، يعرف انه ده ستوب اخضر شنو احمر شنو 200 امشي خط المشاهده شنو. نعم. وهكذا نعم. فهي اي شيء انت بتدرب فيه الانسان، ما في انسان خلق عارف. نعم. يعني الانسان السوبر ما في في تدريب. التدريب ده اي انسان مهما كان قدراته هو بكون انسان مفيد اذا انت اخضعته للتدريب. صح. زي ما هسه شغلنا ده يا جماعه. نعم. شغلنا ده هسه بدون تدريب لو جبت كل الأورطة جنبكم دي. نعم. ما بتقدم لنا الله إلا. نعم. قضية بسيطة درب الإنسان بديك المفيد. تهمل التدريب تتغاعز تتهردم في راسك. ودي تخيل دي البناية اللي تكلمت عنها قبل شوية، العمارة المعوجة يعني. إذا من الأطفال دي من صغار يعني بالضبط ما علمتهم تخضع لبرنامج. يعني مثلا احنا أطفالنا مثلا لو كان عندنا في جوزك هيكون معوج، لكن هسه لانهم هناك وما سوينا نحن سوينا دينا في نظامهم بالضبط نزلته كده طلع انسان بمواصفاتهم بالضبط بمواصفاتهم اللي هو بتشوفهم في الماكينات الكوره دي ذاتهم. نعم. هم ذاتهم الماكينات القوالب شكل نزلت فيها طلع زول لونه صحيح. اسود لونه احمر لونه ايه ما بعرف طلع زول بنفس المواصفات. عندكم فساد في المانيا؟ لا الفساد ولا حتى لو بسيط ولا حتى لو اشاره لا حتى الوصايا. يعني هسه احنا الليله الفساد ممكن يكون موظف خان امانه، هسه دي ديما معدات امانه عندكم. نعم. اشيل ابيعها بحسب منه انت صحيح شفت بتضرر في اكثر حاجه منه صاحب الماكينه دي لكن ما المجتمع. نعم. فالفساد فما طبيعه بشريه موجوده لكن ما بتؤثر في الدوله او نظامها او مؤسساتها بقدر ما عشان كده بتلقى هناك الانسان الشغال يا اخي غفير. طبعا بسموه فاسيليتي مانجر كلمه ظريفه شويه صحيح. ما غفير غفير دي كلمه كانك بتقلل من قيمه الانسان وحقيقه دوره كبير في تنظيم الانسان عنده بتمنع على هذا الصرح كله صحيح. فهو فاسيليتي مانجر بمرتبه بيحافظ عليه حياته كلها لانه عارف لو عمل خطا في يخص الامانه بيطلع من المنظومه. نعم. عشان كده بحافظ حتى لو مرتبه قليل لكن عايشه داري يعيش فيه لغايه المعاش بالضبط. يعني ما شايفك انت سايق مرسيدس يقول لك يا اخي انا ليه ما اسوق مرسيدس وابتدي اخرمج. لا بيقول لك لا انا بسوق على قدرتي وبسكن على قدرتي وانا سعيد جدا جدا بحافظ على وظيفتي. عشان كده هذا الغفير لا يمكن. نعم. قال لي ما تخش الزول ما بخش امانه قال الباب ده ما تفتحه ما بيفتحه. نعم. قال له افتحه بيفتح كلام مسموع بحافظ على عشان كده ما لكن لو اخلى بها مش وظيفه بسيطه بالضبط. ممكن يعني العقاب يكون شديد جدا وهذا عشان كده بيعمل حسابه. نعم. فبالتالي الجريمه بتاعت الاختلاسات ما كبيره لانه العقوبه شخصيه والسيستم ماشي السيستم ما بينهار احنا هنا طبعا بنهير ما مقصود الحركه وفي النهايه في النهايه ضرائبك بترجع عليك في شكل خدمات. أيوة. في حاجه اسمها ايوه تدفع ضريبه لحاجه بتطلع عليك في علاج تطلع في تعليم تطلع في حتى في الطرق العامه يعني. أي نعم. أنا والله هنا ما أعرف الضرائب اللي قاعد تمشي وين صراحة يعني. ما إنها لا كتير معروفة بتمشي وين. لكن ده موضوع آخر ده نقاش آخر. داري له وقت. صحيح. لكن معروفة بتمشي وين. أنا والله سعيد تبيك جدا. باشمهندس محمد زين. بارك الله فيك. وأتمنى نتلاقى تاني. أنت خبرة وأنت باشمهندس في مجال ما سهل مجال خطير. وما أقدر أقول أنت واحد من الكوادر اللي هاجرت البلد باعتبار انه انا عندي معلومه انك انت في السنه تقريبا بتجي 4 مرات عشان ما تحصل الانقطاع دي ما بينك. واتمنى والله كل الناس يحزوا حزوك واتمنى يجي اليوم نستفيد من القدرات دي ونستفيد من
من التأهيل ده يعني في البلد. فأنا أشكرك للمرة الثانية في وجودك معي الليلة في صباح الشروق. بارك الله فيك يا أخي وشكرا لكم، وأبشرك إن شاء الله يعني نحن حنعيش سودان بالذات لكم أنتوا الشباب يعني حياتكم واعدة، ما يعني ما يساوركم أي شكوك في أي شيء بيحصل. دي 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 زي ما نقول سحاب الصيف بتعدي والخير واجد، ما عليكم إلا بالمعرفيات، وخليكم مع العالم، شوفوا العالم بيسوي شنو بقدر المستطاع، حاولوا نظرتكم ترمى. ونشكر الشباب يعني ذي كلهم للعمل الغيم ده. شكرا وإن شاء الله شكرا جزيلا، إن شاء الله يكون وفقنا في الحوار معك يعني. تسلم تسلم يا رب. شكرا لكم وكل المشاهدين، ما تمشوا بعيد، إحنا حلقتنا مستمرة من صباح السلوك، حنمشي فاصل قصير ونعود نتواصل.